على مستوى الطريق رقم 4201 أو طريق الموج، الرابطة بين سوق الأحد ولاد جلول ومدينة القنيطرة. يسمونها بطريق الموج لأنها تسببت في حوادث سير مميتة وكذلك خسائر مادية كبيرة لأجسام السيارات. فبالرغم من الشكايات ديال المواطنين وخرجاتهم الإعلامية، لكن لا جريدة يذكر، مع العلم أن هذا المشروع هو مشروع ملكي مبرمج سنة 2015 والمقرر النهاية ديالو سنة 2020، لكن احنا الآن بسنة 2021 ولا جريدة يذكر. نشوفوا السلام عليكم. شفتوا هاد الشوه اللي كاينه هنا؟ هاد الشانطي من الطريق ديال سوق الحد للقنيطره، سي اون كاتاستروف كاتاستروف. حنا كنخلصوا الضرائب، الضرائب ما كيزقلوناش. وها نتوما شوفوا الى راه تكون صورتوا هاد الحفاري، ما عندك فين تهرب على واحد دين ما عرفتش 8 ولا 10 كيلومتر تقريبا، كلها محفره. وحنا كندوزوا يوميا 5 6 المرات في النهار باش نمشيو للسوق باش نتقداو المسائل. عندنا الفوار هنا، ايوا هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. سي اون كاتاستروف كاتاستروف. ما كنفهمش انا هاد لي ريسبونسابل اللي كيدوزوا منها يوميا، هاد لي ريسبونسابل اللي في سوق الحد اللي ساكنين في قنيطره، ما كنفهمش كيدوز يوميا على هاد الحفاري وما كاين حتى حاجه. واش ما كاينش فلوس؟ واش ما كاينش؟ ما فهمتش انا. المهم سي اون كاتاستروف. اخويا بغينا المسؤولين يشوفوا فينا شويه، الله يرحم الوالدين. الطريق راه ولات حال تاع حاله. شوفوا اصاحبي حشومه، غير الطريق راه سمعنا عليها في 2015 راه مسنيه، هيدا قال لك في 2020 خصها تكون مساليه، هي 2021 ما كاين حتى حاجه. مشكله قسما بالله، الطوموبيل هاد الشهر خصها عليها 80000، على البياس ديال الروايد والبياس ديال السلام بلوكات والروينه والروتيلات. راه حشومه هاد العيب، عيب وعار حشومه والله. الا حشومه الطريق في 2021 نلقاو بحال هكا. وكاين اللي كيسمح في الطريق الرئيسيه وكيدوز غير من الطرقان المخصصة للضيعات الفلاحية خوفا على السلامة ديالو وسلامة السيارة. ما كيسمح في الطريق الرئيسية وتشوف الطريق العادية عاد وعاد وهذاك. واش هذا الطريق؟ شنو صوب الطريق هذا؟ ولي صوب على المواطنين، صوبوا راسهم باش واش هذا؟ واش ما كاين حتى حاجة، ما كاين لا طرق لا والو، كلشي مكرفص كلشي مرون. لا من يشوف لا في طرقان لا فوالا دور معاه وسير لي صخر، كلشي مشى لي شابات وكلشي تيمشي، والله إلا كلشي تيمشي بالله. معانا الله يهديهم علينا وصافي، تكرفيس معاهم. ما الطريقة هادي اش نقول لك؟ الحرب معاه، سبات لا حوادث تسير لا ناس ماتت. ما بغاوش يشوفوا فينا حديت نهرسوا فيه هكاك. ها الطاكسي كتدوز من هنا من مره تقريبا 4 المرات 5 المرات. طوموبيلات اخويا كل مره لا بنوات لا حتى حاجه، ما تبقى في خير، لا طوموبيلات في خير لا حنا في خير. واش نقول لك؟ لا اله الا الله. السلام عليكم. انتم كتشوفوا هذه الحاله ديال هذا الطريق ديال 4201 الرابطه ما بين القنيطره وواحد ولاد جلول. انتم كتشوفوا الحاله ديالها، كاينه حاله الزياره داك كيفاش يوليو؟ نعم وما تبقى ولا جلود، ما تبقى ولا رويتيلات، ما كتبقى حتى حاجه. ما كتبقى الروايت تيمشيو البنوات يعواجو الطوموبيلات. كتشوف طيوطا هي 27 حنا كنهرسو فيها هنايا. حوادث السير، حوادث السير هذيك السيمانه اللي فاتت راه وقعت واحد لاكسيدون هنا، ماتوا فيها 3 ارواح. السلام عليكم. كما كتشوفوا الخوج، حنا دابا في الطريق ديال المهم كتجي من البيزانه حتى لحد ولاد جلول، راه ما كاين حاله، راه لا اله الا الله ومحمد رسول الله. راه ما كاين لا طريق لا شي حاجه، راه كلشي كيعاني. راه دابا غير ولد البارح معايا مرا غادي غنولد، هو تقريبا راه في الطريق هنايا، في الطريق راه مشاكل. واش عصبنا؟ لا اله الا الله وصاب، والله ياخذ الحق، والله ياخذ الحق. حنا راه ما باغيين لا فلوس لا معاونه لا حتى حاجه، صايبوا لنا طريق، راه حنا مكرفصين وكيشرو طوموبيل بزباله ديال الفلوس. مشيتي هنا تخسرات الله يعاون، ولا اله الا الله ومحمد رسول الله. واش نقول لكم؟ طلبوا من المسؤولين يديروا لنا شي حل. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.